اشتغلت نيران في مستودع شمير لمواد البناء بجوار الجامعة الماليزية الشارع العام نتيجة اشتعال جالون بترول بعقب سجارة، وهرع المواطنون لإطفاء الحريق ومساعدة أصحاب الويتات لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مواد البناء. الجدير بالذكر أن مدينة المخا تشهد هذه الأيام رياحا ترابية ما يعرف بالأزيب، والذي ساعد على انتشار الحريق مما أدى إلى ارتفاع الخسائر بالمستودع.